انا عملت حوالي 15 عمليه جراحيه، 13 عمليه هي استئصال اورام العظام اكسوستوسيس، وعملت حوالي عمليتين جراحيه، عمليه جراحيه وحده خضعتها لدوال الخصيه من ثنائيه الجانب. لكن هلا انا المشكله تطور عند المرض، انا صار عندي ورم على الغده النخاميه في الدماغ، وصار عندي خلل بالهرمونات، يعني الغده المسؤوله عن الهرمونات هيدي صار فيها خلل، وصار عندي كمان هشاشه عظام حاده، يعني انا اي ضربه بنكسر، وصار عندي تشوهات جراحيه وتشوهات بالعظم، يعني صار عندي ايد اطول من ايد، صار عندي تشوه بلوح الكتف الايمن بهذا، صار عندي ورم هون تحت الابط، صار عندي اورام باصابعي هون، صار عندي بكل جسمي، صار عندي اورام برجلي التنتين، صار عندي اورام هون بجبيني، هون واحد وهون واحد، صار بكل جسمي يعني، وبحاجه لعمليات جراحيه لكل جسمي، يعني فوق ال20 عمليه جراحيه. لكن للاسف ما في حدا عم يهتم فيي، لا عندي اب، لا عندي ام، لا عندي حدا، وما في حدا عم يساعدني، ولا في حدا بحس بوجعي نهائيا، رغم انه المسكنات اللي انا عم باخذها ما بتاثر فيها ولا 1%، يعني كاني ما اخذت شيء. انت راجعت مفوضية اللاجئين كنان، مفوضية اللاجئين في لبنان، شو كان ردهم؟ مفوضية اللاجئين في لبنان يعني يمكن تقول انه هي مش مفوضية، يعني غير الدول كلياتها، مفوضية اللاجئين لازم تكتب عليها اسم مفوضية اللاجئين لحتى تعرف انه هيدي مفوضية ولا لا. انا مسجل لدى مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومعي بطاقة من المفوضية اسمها مذكرة تحديد موعد لشخص موضع اهتمام، يعني المفروض اني انا اكون موضع اهتمام مكتب المفوضية على حكيهم هني وعلى حكي الملف يلي انا معي. انا دخلت غرفة الحماية مرتين، دخلت غرفة الحماية مرتين، المفروض انه اي حدا يدخل غرفة الحماية يتم يعني مساعدته الحماية اللازمة يلي هي مذكورة تحت شعار المفوضية، انه نحن حقوق انسان. المفوضية بتقلي استاذ كنان روح على المشافي يلي نحن متعاقدين معه، وهن متعاقدين مع اسوأ المشافي في لبنان وما في دكاترة. بقول لهم يا عمي انا بدي عمليات جراحية، انا ما في حد معي، لا لي اب ولا لي ام ولا في اي حدا، وانا مو عملية وحدة ولا تنتين ولا ثلاثة، انا بدي كل جسمي.